منذ أن كنا صغارا ذهبنا للمدرسة وتعلمنا القراءة والكتابة والحساب، لكن بعد أن كبرنا اكتشفنا أن هناك مجموعة من المعلومات والأفكار الخاطئة التي درسناها. إليكم اليوم 10 أكاذيب تعلمناها في المدرسة. الحواس الخمس: تعلمنا في المدرسة أن الإنسان لديه 5 حواس. لا جدال أن هذه 5 حواس تتوفر لدى الإنسان، لكن أطباء الجهاز العصبي يعتقدون أن هناك 21 حاسة لدى الإنسان، منها التوازن والحواس العضوية مثل الجوع والعطش وغيرها. أول مكتشف لأمريكا. إذا طرح عليك السؤال من هو مكتشف أمريكا؟ حتما ستجيب كريستوف كولومبوس، هو مكتشف أمريكا سنة 1492، لأن هذا ما تعلمناه في المدرسة، وهذا غير صحيح. يعتبر فايكن أول شخص استطاع الوصول إلى أمريكا الشمالية، واستوطن في كندا المعروفة اليوم، كما مارس تجارة مع السكان المحليين في سنة 1000 ميلادية، مما يعني أن كولومبوس ليس أول مكتشف لأمريكا. توماس أديسون. أنت مخطئ عندما تعتقد أن توماس أديسون هو مخترع المصباح. ترجع المحاولة الأولى لاختراع المصباح الكهربائي إلى العالم الإنجليزي هامفري ديفي وجوزيف سوان، اللذان طورا مرور التيار الكهربائي خلال خيط رفيع. أما توماس أديسون فقد اخترع أول مصباح كهربائي يعتبر عمليا من الناحية التجارية باستخدام الكربون. عمل خفافيش. يعتقد كثيرون أن الخفاش أعمى، ومما ساهم في هذا الاعتقاد الخاطئ بأن الخفافيش عمياء هو طريقتها العشوائية في التحرك، لكن هذا غير صحيح، فجميع الخفافيش تتوفر على النظر، وهناك أنواع منها يمكن أن ترى 3 مرات أقوى من الإنسان، كما ترى الخفافيش في الليل رؤية ممتازة. أسطورة إسحاق نيوتن. من المعلومات التي تعلمناها في المدرسة أن إسحاق نيوتن هو مكتشف قانون الجاذبية، ولكن بعض الناس يعتقدون أن إسحاق نيوتن اكتشف قانون الجاذبية بعدما كان جالسا تحت شجرة ثم سقطت عليه تفاحة فوق رأسه، والحقيقة أنه كان يراقب التفاح وهو يسقط ويتساءل دائما لماذا يسقط التفاح دائما باتجاه الأرض ولا يسقط جانبا أو إلى الأعلى، وساعده هذا على اكتشاف قانون الجاذبية في نهاية المطاف. أذن فينسنت فان غوخ. من المعلومات التي تدرس في المدرسة أن الرسام العالمي فينسنت فان غوخ قطع أذنه اليسرى وأهداها لعاهرة، ولكن الحقيقة أن أذنه قطعت بعد صراع مع صديقها. هذا ما كشفته رسالة لفان غوخ بعثها لأخيه التي أكد فيها أنه اختلق القصة من أجل حماية صديقه من السجن. حالات المادة. تعلمنا في المدرسة أن هناك 3 حالات للمادة: الحالة الصلبة والسائلة والغازية، بمعنى أن كل شيء في الوجود يمكن إدراجه ضمن الحالات 3، لكن هذا غير صحيح، لأن هناك حالات أخرى كالبلازما والحالة النوترونية وغيرها. اللسان. يتم تقسيم اللسان إلى مناطق مسؤولة عن التذوق، فهناك منطقة المرارة والحموضة والملوحة والحلوة. بدأت هذه النظرية سنة 1942 في جامعة هارفارد من طرف رجل يدعى أدوين بورين، وتأخذ النظرية بعد ذلك مكانها في الكتب، لكن الحقيقة أن اللسان بكامله مسؤول عن التذوق. أصل الألماس. من الشائع أن الألماس يستخرج من الفحم، وهذا غير صحيح، فالفحم يتكون من بقايا الكربون من النباتات القديمة التي عاشت منذ 450 مليون سنة، والتحول من الفحم إلى الألماس شبه مستحيل بسبب ملايين السنين الموجودة بين تشكل الاثنين. ظاهرة الاحتباس الحراري. لا أحد يجادل أن ظاهرة التغيرات المناخية حقيقة علمية. جميع الأدلة تشير إلى أن التصرفات الإنسان هي المسؤولة عن ارتفاع درجات الحرارة، لكن هذا غير صحيح كليا، فارتفاع درجة حرارة الأرض تتحكم فيه مجموعة من العوامل مثل دوران الأرض حول الشمس وزيادة النشاط الشمسي، لكن هذا لا يعني أن يستمر الإنسان في زيادة انبعاث الغازات والنفايات التي قد تزيد من المشكلة. شكرا على المشاهدة. إن عجبك الفيديو سجل أعجابك، ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.